أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا الأخ محمد كريم العبيدي، والحلقة راح تكون حلقة تعريفية بحركة تغيير شمال أفريقيا. بالبداية خلونا نرحب بالأخ كريم. أهلا وسهلا فيك كريم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أزو. آسف أنا نسيان اليوتيوب. تمام. طبعا ضجيج في الخلف. لا أنا كان بس اليوتيوب كان شغال وطفيته، فاليوتيوب اشتغل أوتوماتيكيا لما دخلنا. طيب، نحن مثل ما قلت أخوي كريم، أنت راح تعرفنا اليوم ما هي حركة شمال أو تغيير شمال أفريقيا، تاريخها، كيف تأسست، مبادئها، آمالها، أهدافها، القصد يعني طبيعتها، مدى حجمها. خلينا نقول كمان، تفضل الميكروفون معك والمحاضرة معك، تفضل. اوكي، اهلا وسهلا ازور مقران ازور فلاون ازور للجميع. اشكر الحضور، ما اعرفش كان فما الحضور يعني كويس ولا لا، فهمت؟ ما عم تعبنيش نسمع فيك. الحضور بدأ يكون، يعني أول دقيقة صار 7 مشاهدين وجاء على الطريق، تعوي تعوي، راح يصل 50 60 مشاهد يعني أقل. لا مش مشكل، حتى معناتها كان يكونوا شي ياسر ومن بعد يشوفوا التسجيل. تفضل تفضل حبيبي، تفضل. اليوم اخر يعني حلقه او مقابله في موضوع الامازيغيه والهويه الامازيغيه، هويه شمال افريقيا، مع برنامج الجهر بالالحاد مع جان، رغم اللي كثير معناتها من جماعه الحركه يعني من الاعضاء او حتى من الخارجين على الحركه كانوا يلومون كيف معناتها اتكلم في اذاعه معناتها تجهر بالالحاد. جاوبتهم احنا نتكلم في كل الاذاعات تعطينا الكلمه وتعطينا الحريه وما تفرضش علينا شروط مهما كانت. ما تجيش تقول لي مثلا نتكلم في الموضوع هذا ولا نتكلم في الموضوع هذا. مع الاخ جان وفي قناه الجهر بالالحاد كانت عندي جميع الحريات ان اتكلم دون قص ودون اي منع من ان لا اقول شيء او اقول شيء، كانت عندي الحريه المطلقه، وهو يترك للمحاور ان يتكلم بكل حريه وعلى المشاهد ان يحكم. إذا أنا ما عندي حتى حساسية باش نتعدى في أي قناة مهما كانت. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، حبيت نعرف القضية الأمازيغية والقضية شمال إفريقيا للشرق، اللي هو مع الأسف كثير منهم يجهلوا، معناتها يجهلوا اللي شمال إفريقيا ماهيش عربية، راهي شمال إفريقيا أمازيغية. المهم، الحركة باش نحكي لكم يعني مقدمة صغيرة كيفاش معناتها جات فكرة الحركة. في الحقيقة احنا معناتها بعد انا وصولي إلى هولندا بفترة سنة، فتحنا غرفة على يعني كشباب تونسي، وبدينا بالتوانسة في الأول على البلطولك، ثم لحقوا معنا إخوة معناتها من الجزائر وإخوة من المغرب، وكوننا كما نقولوا احنا مجموعة لا بأس بها، ومن ليبيا. وبعد سنتين من النقاشات معناتها في موضوع الهوية، واحنا معناتها كشمال افريقيين شنو نكونوا، كيفاش نجموا نواجهوا التخلف، الانحطاط، المشاكل الاقتصادية، المشاكل السياسية، كيفاش نحكموا رواحنا. عملنا كما نقولوا احنا نقد ذاتي لمسار الحركة الأمازيغية اللي بدات يعني نجموا نقولوا حتى قبل الاستعمار الفرنسي، وهي كانت لها مشاركة كبيرة في تحرير شمال افريقيا من المستعمر الفرنسي، ولكن مع الاسف لم معناتها كما نقولوا احنا لم يعط لها حقها، وتم تعريب البلد والعمليه التعريبيه اللي وقعت في ال50 سنة الفارطه كانت مصيبه كبيره على شمال افريقيا، علمتهم الجهل والتخلف والمكاسب اللي كسبتهم. يعني رغم ان الاستعمار الفرنسي كان استعمار وحشي حتى هو، ولكن الشعب يعني تثقف وتعلم وعرف لغات اخرى وعرف حضارات اخرى وتفتح على العالم، بينما الحضاره العربيه او ما يسمى بين قوسين الحضاره العربيه واللغه العربيه بحد ذاتها ما تقدم لنا شيء. اذا قررنا باش نقدوا يعني في الاول جمعيه عاديه، وفي الاخر بدات تطور الامور واجتمعنا تقريبا 15 شخص تقريبا،
وقررنا باش نعملوا حركة تغيير شمال إفريقيا، وأسسنا ما يسمى بالمجلس الـ15، ويكونوا من الجزائر والمغرب وليبيا وتونس. موريتانيا طبعا لم يكن معنا أحد، ومن مصر لم يكن معنا أحد، معناتها من سيوة، من منطقة سيوة. هذه يعني أنا نحب نقرأ لكم يعني شوية أشياء باش تفهموا معناتها على الحركة، من بعد ندخل في السرد. فهمت؟ أول حاجة هي حركة فكرية سياسية مستقلة مسالمة تسعى إلى نشر الوعي والتحرر من كل القيود، وفتح باب النقد على أسس موضوعية وعلمية. فما هو مقدس لديك قد لا يكون مقدس بنظر الآخرين، وما يجمعنا هو الإنسانية. والقداسة لا تكون للأفكار، لأنها نسبية ومتغيرة وقابلة للتطور والتأقلم مع الظروف الإنسانية الاجتماعية. الإنسان هو المقدس الوحيد، واحترامه كشخص هو واجب. فهو العنصر الأساسي لبناء الحضارة، يعني لا يمكن أن نبني حضارة بدون الاعتماد على الإنسان. إذن معناتها الفكرة متاع الحركة حبينا نخرج من خاطر نعرف احنا الحركات الأمازيغية واللي احنا ما عندنا حتى عداوة معاها، سواء الاجتماعية أو الثقافية أو السياسية، عندها اتجاه أكثر شيء فولكلوري. بالنسبة للحركات الثقافية يعني تعتبر نفسها كأنها هي أقلية وتعتمد على عنصر اللغة فقط. فهمت؟ يعني الغناء، الفن، التقاليد، العادات، الأكل، وتختصر يعني ولا تتجاوز ذلك شيء، ليس لها مطالب سياسية، وإنما كأنها هي يعني غريبة في بلادها وتطالب بحقها في الأقلية، رغم أن الأمازيغية ما هيش أقلية في شمال أفريقيا بل هي الأكثرية. هذه النقطة الأولى. بينما ما يسمى بالحركات الأمازيغية، أكثر الحركات الأمازيغية نفس الشيء، يعني محدة روحها في مناطق معينة. نحن نعرف أن منطقة شمال أفريقيا تحتوي على كثير من الشعوب الأمازيغية، منهم القبائل، منهم الشاوية، منهم الريافة، منهم المزاب، منهم السواسة، منهم الزوارة، يعني عدة أنواع، وكل واحد عنده خصوصية خاصة به هو، لكن عندهم حاجة تجمعهم الكل اللي هم الكلهم أمازيغ. إذن احنا قلنا كان مش نعاودوا نفس الخطأ، هو ما نعتبرهوش خطأ، هي تجربة. ترى في أي تحرر في العالم ديما النضال أو العمل يكون معناتها عبر مراحل، يعني تجي حركات تأسس القاعدة، لأن الحركة الأمازيغية خاصة السياسية وخاصة في منطقة القبيلة أو الشاوية أو الريف يعني قدمت تضحيات بالمئات. يعني ما نجموش احنا دماء شهداء الأرض، احنا نسميهم شهداء الأرض، احنا ما نؤمنش بشهداء حاجة أخرى، هي الشهيد هو شهيد الأرض، يعني كما قالت تاهية، يعني الشهيد هو شهيد الأرض. قلنا احنا خلينا كان باش نعاودوا نعملوا نفس الاسلوب نتاعهم، ماناش معناتها باش نخرجوا باش نوليو يعني كيفهم بالضبط، واحنا ما عندنا حتى عداوه معاهم كما قلت لك، ولكن حبينا نجيبوا فكره جديده. هما الخطا اللي احنا شفناه وناقشناه الاساسي، انهم قسموا شمال افريقيا الى المتكلم باللغه العربيه على اساس انه هو عربي، واللي متكلم بالامازيغيه هو امازيغي، وبداوا يطالبوا بمناطق ما يسمى بالحكم الذاتي أو الاستقلال في المناطق اللي يتكلموا فيها الأمازيغية. شنو وقعت؟ وبداوا هما يتحركوا في الحركة السياسي هذا خاصة في منطقة القبائل. الحكومات شعرت يعني بالخطر أنها معناتها المناطق اللي تتكلم بالأمازيغية وهي كثيرة أنها تستقل على الجزائر أو على المغرب، فقامت بعملية تعريب قوية خاصة في منطقة الشاوية لكي تمحي اللغة الأمازيغية من مناطق معينة، خاصة في منطقة الريف، يعني كثير من المدن ضاعت، كما وقع مثلا للتعريب في العراق وفي سوريا، معناتها في منطقة كردستان نفس الشيء، لأنهم يعرفوا كان ما همش باش يعربوا باش تفلت منهم المناطق. إذن احنا قلنا الفكر العرقي، فهمت، او الفكر اللغوي، قدش من واحد انت تتكلم الإنجليزية مش يعني انك إنجليزي، البرازيليين يتكلموا البرتغالية ولا دول أخرى من أمريكا اللاتينية يتكلموا الإسبانية، عمره مش يقول لك أنا إسباني. الأمريكان ما يقول لكش أنا إنجليزي، يقول لك أنا أمريكاني. يعني اللغة حتى مثلا منطقة الكباك في كندا
يتكلموا فرنسوية يا سيدي، هذا مشوا لإفريقيا، السنغال يتكلموا فرنسي، ولكن يجيش يقول لك أنا فرنسي. يعني احنا عبونا مخاخنا ان اللي يتكلم العربيه هو عربي، وهذا غير صحيح. وهذا الخطا اللي عملته الحركات الامازيغيه، انها اعتبرت شمال افريقيا عرب ومسيخ، وهذا مش صحيح لا تاريخيا. مش 10 من الناس جاونا من الشرق باش يجيو يعربوا ملايين الناس، هذه حاجه. الحاجه الثانيه معناتها اللهجه بتاعنا اللي هي اللهجه التونسيه او الجزائريه، يعني لهجة غنية، موجود فيها الفينيقية، موجود فيها الأمازيغية، موجود فيها كل اللغات الإيطالية، الفرنسية، كل اللغات. إذن معناتها احنا قلنا لازم العنصر اللي يتكلم العربية نفهمه اللي راه هو ماهوش عربي، راه هو أمازيغي. ولكن كيفاش باش نفهمه؟ يعني شنو باش نعملوا؟ يعني باش نجيو نفهموا الإنسان اللي يتكلم بالدارجة التونسية أو الجزائرية أو المغربية أو الليبية أنه ماهوش عربي. قلنا لازم تكون المشروع نتاعنا مشروع حضاري. يعني فكرة أمازيغ شنو معناها؟ يعني الإنسان الحر، يعني الإنسان الذي لا يقبل السيطرة ولا يقبل أي نوع من أنواع السيطرة أو الاستعمار أو غيرها. قلنا ناخذ الفكرة ونطرحه الأمازيغية مشروع حضاري. أنا مانيش باش نطالب بالأمازيغية فقط، لأن الأمازيغية بالنسبة لي أنا ماهيش طلب، هي حق من حقوقي، أنا أمازيغي. كيفاش نطالب بحاجة ملكي أنا؟ يعني هذا مش معقول. إذن احنا قررنا انها تكون الحركة هي حركة فكرية سياسية، يعني تؤمن بال، يعني مهمنيش فيك انت تكون اصلك مغولي، اصلك من افريقيا، اصلك من اوروبا، انت جيت على ارض، يعني الهوية مرتبطة بالارض. هذاك علاش قلنا معناتها في الشعار متاعنا حركة تغيير شمال افريقيا، الحق حق الارض ليس حق السماء. هذه معناتها النقطة الأساسية في حركة تغيير شمال أفريقيا، يعني معناتها جدا مهمة. يعني احنا مثلا رغم اللي معانا، يعني معانا مسيح، معانا يهود، معانا بهائيين، معانا مسلمين، فهمت، أباضية يعني من الأباضيين، ومعانا مسلمين قرآنيين، ومعانا مسلمين يعني متفتحين نوعا ما، ومعنا حتى مشكلة احنا هذاك علاش حتى وقت نهاجموا ما يسمى بالإسلام، نهاجموا الإسلام العروبي. شنو هو الإسلام العروبي؟ الإسلام العروبي هو الإسلام الذي يريد أن يحكم، يريد أن يتدخل في الحياة الاجتماعية متاع الناس، يريد أن يدخل معناتها في التقاليد متاعنا. احنا التقاليد متاعنا عندنا الاختلاط عادي بين المرأة والرجل وما عندناش مشكلة. هو الإسلام العروبي هو يريد أن يفصل. يعني احنا ما عندناش عداوة ضد المعتقد أول حاجة، وإنما عندنا عداوة ضد من يريد أن يمحي عاداتنا وتقاليدنا، أو أن ينسب لنفسه تقاليدنا ليه. يعني لاعب كرة ينجح ويوصل عالميا يقولوا له اللاعب الكرة العربي، من فين جاه عربي؟ زيدان من فين جاه عربي؟ يتكلم أمازيغية أمازيغي، فهمت؟ اي حاجه في اي مجال، حتى الاكلات، يعني معناتها شيء غريب. يعني الوقاحه يجوا يعملوا مثلا معرض الكسكسي اكله عربيه، وقتاش عارفوا الكسكسي هو ما اصلا. اذا احنا كحركه ماناش حركه عرقيه. هذه مثلا اكدوا فيها ونعاودوا، مع الاسف كثير من انضموا للحركه من الامازيغ وتعاملوا معنا، من بعد وقت اكتشفوا ان الحركه ماهيش حركة عرقية انسحب. على خطر مع الأسف كثير من الأمازيغ يعني يجي يحكي معاك ما تكلمش أمازيغية، ما يحكيش معاك، يعني أصبحت الأمازيغية كأنها لغة السر، يعني ولات عصابة هذه، فهمت؟ دي أسألك كريم، الأعداد في عندكم مثلا أصدقاء من الحركة داخل مثلا الأراضي التونسية، الجزائرية، المغرب، أراضي الأمازيغية، خلينا نقول شيء طبيعي، شيء طبيعي. إحنا تواجدنا في الداخل أكثر من الخارج، يعني المسيرين أغلبهم من الخارج، وعندنا مسيرين في الداخل، أما مش كثير. أما الأعضاء عندنا أغلبهم في الداخل، خاصة في المغرب وتونس، فهمت، والجزائر وليبيا. طبعا ليبيا يعني هذوما الأربعة دول يعني اللي موجود فيها معناتها الاعضاء نتاعنا، اللي هما اكثرهم زاد شباب،
ساعات تلقاها 17 20 سنه 21 سنه، عندنا معناتها نسبه معناتها من الشباب المتحمس، فهمت؟ هذه معناتها مثلا شيء طبيعي عندنا في الداخل اكثر، بالعكس عندنا في الداخل اكثر من الخارج. كيف يعني انا اللي فهمته منك انه مثل ما قلت هي حركه ليست عرقيه، لا تعتمد على المعادات مثلا لا الدوله ولا شيء من القبيل. لا لا لا، معاده الدوله شنو؟ ما كيفاش ما لا بس انا بدي اصل للسؤال هون انه الانظمه الحاكمه مثلا ضد لازم كلها تسقط. لا لا قصدي هل تعادي هالحركه؟ هل مثلا مسموح لكم انكم تسووا نشاطات بهالدول هي ولا سريه تكون نشاطاتكم؟ بالنسبه في تونس والمغرب نتصرفوا. لا لا لا، ما الى الان احنا تو نرجع لك، يعني احنا حركه جديده، فهمت؟ يعني ما زالت ما عندهاش يعني الثقل باش واحد يمنحها ولا ما يمنحهاش. بالنسبه لتونس ما عندنا حتى مشكله، بالنسبه للمغرب ما عندنا حتى مشكله، حتى للجزائر ما عندنا حتى مشكله، لان احنا حركه، اول حاجه حركه سلميه، لا نؤمن بالعنف، العنف هذا ننكره نقرا تام، يعني حربنا هي فكريه، فهمت؟ هذه نقطه مهمه جدا، فهمت؟ الحاجه الثانيه يعني حتى معاداتنا للحكومات والانظمه اللي موجوده مش بمفهوم الكره، مش معناتها نكرهوها ونحب نطيحوهم ولا كذا، لا، احنا رانا حركه سياسيه فكريه، يعني احنا نمارس، يعني احنا نتكلم في السياسه ولكن لا نمارس السياسه، يعني ماناش مازال معناتها ما عندناش احزاب تأيدنا، اذا ما عندنا حتى خطر، ما دام هي ثقافيه فكريه مازلنا ما نشكلوش خطر باش يمنعونا، فهمت؟ يعني هذه معناتها المساله. انا طبعا نحكي لك توا على الحركه بصفه عامه، ونحكي لك على التوجه نتاعها السياسي، خاطر عندنا فكر سياسي زاد وتم نقاشه اخيرا. بصراحه انا يعني اتمنى يكون عندكم توجه سياسي، واتمنى اراك يوما من الايام رئيس وزراء مثلا تونس. لا انا ما عندي حتى ما اهتم بالسياسه، فهمت؟ اما اتمنى ان الشمال الافريقيين يحكموا شمال افريقيا، يعني اللي يحكمونا يكونوا منا ولينا، هذه امنيتي، فهمت؟ المهم الحركه تم تاسيسها يوم 15/5/2015، تم تاسيسها يعني مش رسميا، وانما عملنا الاجتماع الاول والاجتماع الثاني والاجتماع الثالث، وخرجنا البيان الرسمي، فهمت، للحركه، وحددنا الشعار نتاع الحركه. ما نعرفش كان تعرفوا الشعار نتاع الحركه ولا، فهمت؟ شعار الحركه ما نعرفش كان نجم هوني نوريه شعار الحركه ولا. المهم ولكن بقينا في الاجراءات القانونيه، فهمت؟ يعني الاجراءات القانونيه خذت لنا 6 شهور تقريبا، فهمت؟ تأسست الحركه رسميا وقانونيا يوم 29 ديسمبر 2015، يعني يوم 29 ديسمبر 2016 سوف يكون سنه على تأسيس الحركه قانونيا. واو، يعني لسه وليده البارحه، لسه ما كملت، ما زالت حتى في القماطه كما نقولوا احنا، فهمت؟ في القماطه، اما الاشخاص الناشطين فيها ينشطوا بطريقة كبيرة جدا، يعني رغم اللي هما أقل الناشطين، احنا عندنا المنتمين ياسر ولكن الناشطين أقل قلة، وهذا طبيعي في الأول، فهمت؟ المهم الحركة في آخر ديسمبر تعمل سنة تقريبا، وهي معناتها كما قلت لك حركة، احنا ناقشنا حول الاتجاه السياسي للحركة، فهمت؟ الاتجاه السياسي احنا شنو؟ لازلنا نصنف رواحنا كحركه فكريه ثقافيه سياسيه، نصنف رواحنا اي اتجاه. في الحقيقه انا شخصيا كشخص انا تكنوقراطي، فهمت؟ انا احب حكومه تكنوقراطيه، يعني يحكموها المختصين، ولكن طبعا اكثر اعضاء الحركه ما همش متفقين على المساله، هذا يعتبروا العمل السياسي ضروري في اي عمل حركي مهما كان. فتم النقاش شنو التوجه بتاعنا. التوجهين اللي يقربوا لها اكثر المؤسسين للحركه هو يا اما فكر ما يسمى بالليبراليه الحديثه، او الفكر ما يسمى بالاشتراكيه الديمقراطيه. لو عندكم فكره على نوعين من الاتجاهات السياسيه هذوما، هو واحد يسار وواحد يمين،
هو في الحقيقة اندماج وقع من بين ما يسمى اليسار واليمين بعد 30 سنة من تجربة بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، انها الليبرالية المتوحشة اللي تتبع الرأسمالية فهمت اللي هي لازمها تكون ديمقراطية كانش تسقط كما الاتحاد السوفيتي وكما مثلا دول اخرى. اذا الظروف الاجتماعية والسياسية والتجربة السياسية اجبرتها ان تكون ديمقراطية، يعني تعطي الحريات، تعطي الحرية الجنسية، تعطي الحرية الكلامية للتعبير غيرها، فهمت؟ فهي عبارة وتخلت وآمنت ما يسمى بالاشتراكية الديمقراطية، آمنت بما يسمى الملك الخاص، يعني أصبحت الدولة مسيطرة كان على المناشئ الكبيرة للدولة، الدولة تكون مالكة للمناشئ الكبيرة ولكن تعطي الحرية باش تملك وتعمل، يعني نوعا ما نوع من الرأسمالية تقارب. أما هذا معناته بما يخص الاشتراكية الديمقراطية. أما بالنسبة للليبرالية اكتشفت أن النظام نتاعها الشجاع كثر الفقر، فكونت ما يسمى بالليبرالية الحديثة اللي هي عملت ضرائب على الأغنياء قوية جدا، يعني أعطتهم الحرية كلية ولكن عملت عليهم ضرائب لكي تساعد الفقراء في الضمان الاجتماعي وغيرها. بعد نقاش طويل قررنا أن نتجه نحو اليسار، يعني نعتبره حركة يسارية لأن أكثر المؤسسين للحركة عندهم اتجاهات يسارية، يعني احنا اشتراكيين ديمقراطيين، فهمت؟ يعني نؤمن بالاشتراكية، يعني باليسار كمبدأ للحركة بتاعنا، فهمت؟ تفضل. بس كنت اذا تسرد لنا بعدين او وقت يناسبك طبعا شروط الانضمام للحركه مثلا، او شو المؤهلات لازم يكون عند الشخص حتى ينضم، شو شروطكم وشو الشروط اللي تطلبوها؟ تفضل. اوكي، هذه تون هو على كل حال الموقع متاعنا امكان تايمز، فهمت؟ الموقع متاعنا بالعربيه، فهمت؟ معناتها تنجموا، معناتها هو قاعد، معناتها مازال قاعد يخدم الانضمام للحركة. هاو بشعب نقرأ لك بصفة عامة الانضمام للحركة، موجود الانضمام للحركة. نحن في حركة تغيير شمال إفريقيا ملتزمين بحماية الخصوصية. شروط الانخراط: بلوغ سن 18 سنة كاملة، تبني أهداف ومبادئ الحركة، حقوق الانخراط: الناشطون في الحركة متساوون في الحقوق والمعاملة، لكل الحق في أن ينتخب داخل هيئة الحركة وفق الشروط والمقاييس المحددة، يحق لكل منخرط أن يبدي رأيها ويقدم اقتراح في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه، يحق لأي منخرط أن يقدم انتقادات بناءة ويدين التصرفات المخالفة للمبادئ وأهداف الحركة، المشاركة في المناقشات والتصويت على مستوى الهيئة التي ينتمي إليها، يحق لأي منخرط أن يدافع عن نفسه شخصيا أو بواسطة غيره من المنخرطين أمام الهيئة المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه، يحق لأي منخرط أن يرفع أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للمجلس 15، يحق لأي منخرط الاستقالة أو العدول عنها قبل أن تصبح نافذة، يحق لأي ناشط أن يعرض برنامج يراه مناسبا للنقاش ويمكن الحركة أن توافق أن معناتها تدعمه في البرنامج متاعه ولو حتى هو مستقل عن الحركة، فهمت؟ يعني منتمي موش ناشط، فهمت؟ هذا معناتها الجوانب بصفة عامة. الحركة حطها معناتها الحاجة الباهية في الحركة، أول حاجة مجانية، الانضمام للحركة مجاني، ما عندناش يعني انخراط إلى الآن. عندنا ثلاثة أنواع من الانخراطات، عندنا المتعاطف. المتعاطف عنده حرية كاملة إنه يتكلم باسم الحركة، مش باسم الحركة، يعني إنه ينشر الحركة ويعرف بالحركة. وعندنا ما يسمى بالمنخرطة الداعم المالي، هذا وحده، فهمت؟ واحد مثلا عنده شغل، عنده فلوس، لكن ما عنده، لكن يعجبوها أفكار الحركة يدعمها ماليا. أما النوع الثالث فانتمائه للحركة ما يسمى بالعضو الناشط، يعني المبلغ اللي باش يدفعه للحركة ما فماش إلى الآن، ما عندناش معناتها مبلغ يتحدد. علاش؟ على خاطر هو يشارك بالنشاط نتاعو، ما يدفع حتى كوسيون، ما يدفع حتى مبلغ، فهمت؟ الحركة إلى الآن تقوم على تبرعات الأشخاص المنتمين إليها، تنجم تتبرع وحدك، فهمت؟ أو الأشخاص اللي يؤمنوا بأفكار الحركة، وإلا من المتخيل متاع الدعاية وغيرها، فهمت؟ الإمكانيات متاعنا جدا بسيطة،
وأي شخص يتبرع للحركة مهما كان له الحق أن يطلع على تقارير المصاريف، يعني عندنا شفافية كاملة في تقارير المصاريف، الفلوس اللي دخلوا والفلوس اللي خرجوا، أي إنسان له الحق الاطلاع. حاجة أخرى، أي إنسان، احنا فما قاعدة أساسية في الحركة تقول الانتماء للحركة هو الانتماء لنفسك. عندنا مبادئ عامة، المبادئ العامة هي هوية الأرض أمازيغية، من بعد أنت تكون عربي تحب روحك تقول أنا عربي عندك الحق، كما إنسان مثلا سوري عايش في أمريكا يقول أنا سوري عنده الحق، ولكن لازمك تعترف بهوية الأرض. تحب تقول أنت إيطالي، أنت فرنساوي، أنت مغولي، أنت تحب عليها، أنت تخصك أنت، أما الأرض اللي عليها هذه هي أرض أمازيغية. فهمت؟ يعني الفكرة بتاع العرب بخرجوا من شمال أفريقيا وكل شيء، هذه احنا ضدها، ضد الأفكار هذه. فهمت؟ كلها المسائل هذه ضدها. بالنسبة للدول اللي معناتها اللي من الشروط اللي يجب كانت تنتمي للحركة، لازم تكون من أحد 5 دول اللي احنا حددناهم، هي موريتانيا، المغرب، الجزائر، ليبيا، وتونس. صحيح موجود هناك أمازيغ في مصر سوى، ولكن ما نجموش ندخلوا، من احنا نحترم الدول الموجودة. فهمت؟ نحترم الدول، نعرفوا للتاريخ نص مصر كانت أمازيغية وكل شيء، وان الان منطقة واحات سوى هي الوحيدة اللي بقت أمازيغية، احنا نسميهم هذوك الأمازيغ في المهجر. فهمت؟ احنا مثلا بعض المصريين يتصلوا بي يقولوا لي علاش سميتوها حركة تغيير شمال افريقيا، يا اخي احنا مصر احنا شنو، احنا من الشمال افريقيا. فهمت؟ كما يقولوا المصريين حتى تركونا في البحر ولا ايه، الشرق ما قبلنا الغرب ما قبلنا. احنا نعتبر مصر أمة وحدها، هي والسودان والنوبة هذه حضارة وحدها. فهمت؟ يعني احنا احتراما لمصر ولحضارتها ولتاريخها ولما قدمته ولما عملته أول حاجة، واختلاف طبعا تعتبر مصر هي أقرب دولة لنا. فهمت؟ بل الخطر العربي الإسلامي جانا من عندها، يعني صداقتنا وتعاملنا واحترامنا وتقديرنا المتبادل مع مصر هو، فهمت، في مصلحتنا وفي مصلحة مصر. منجمش يكون مصري في حركة تغيير شمال افريقيا، خاطر احنا شنو معناتها ناقشناها هذه الفكرة، احنا جينا نشوفوا اللي العالم الان يتوجه نحو تكتلات، والتكتلات هذه عندها نوع من التقارب الثقافي والفكري. نشوفوا مثلا حتى امريكا ما يسمى بالفيدراليات. فهمت؟ امريكا هي فيدرالية. فهمت؟ يعني معناتها فيدرالية قائمة بذاتها. أوروبا هي نوع من معناتها التكتل. احنا جينا نشوفوا شنو هو الحاجات اللي تجمعنا احنا، شكون جينا نشوفوا اللي هذه 5 دول. صحيح فما الأمازيغ في نيجيريا، في المالي، حتى في السنغال، ولكن هذوك ما كيما نقولوا تابعين دول أخرى، واحنا ما نجموش نخرجوا على القانون الدولي وترسيم الحدود متاع الأمم المتحدة. احنا حركة قانونية، نؤمن بالقانون ونؤمن بالنظام ونحترم القانون الدولي، كان عندنا اعتراض نعترض عليه رسميا. فهمت؟ ونؤمن بوحدة شمال افريقيا، يعني نؤمن بالتكتل الشمال الافريقي. التكتل الشمال الافريقي هو اللي يمثل 5 دول هذه. فهمت؟ ونؤمن في نفس الوقت باحترام المناطق اللي تريد الحكم الذاتي. احنا في المرحلة الاولى نؤمن بفيدرالية، يعني توحيد شمال افريقيا. فهمت؟ من بعد مثلا اي منطقة، مثلا منطقة القبائل تحب تكون عندها خصوصية، منطقة الريف تحب تكون عندها خصوصية، منطقة الزوارة تحب تكون عندها خصوصية، منطقة أي منطقة أو السوز، هذا من حقها، لأن نؤمن بخصوصية كل منطقة ونؤمن بالخصوصية الجامعة لنا الكل اللي هي الأمازيغية. لكن الأمازيغية ليس كعرق وليس كلغة، هذاك على شحنة في حركة تغيير شمال أفريقيا، وإحنا اللي أحدثناه في السنة هذه متاع العمل والسنة ونص، أحدثنا تغيير كبير جدا. فهمت؟ خاصة نعرف وإحنا تونس اللي نجم نقوله 95% معربة تونس، رغم اللي القضية الأمازيغية في تونس هي قوية الآن في السنوات الأخيرة. إحنا الأمازيغ قبل كانوا يكتبوا كان بالأمازيغية ولا بالفرنسية، ما يكتبوش بالعربية. دي أسألك كريم، يعني الحركة هي قابلة للتطور؟ في عندك مثلا أي تخيل لتطور الحركة في المستقبل؟
تكون مثلا حزب سياسي مثل ما تفضلت انه تجمع هل 5 دول بفدرالية بشيء من القبيل تكون رائدة في هالمجال؟ يعني حركة تغيير شمال افريقيا هي تحب تكون اطار، اطار ما تحبش تكون هي. علاش؟ كيما نقولوا احنا توا نشوفوا احنا الاحزاب اللي موجوده في الساحه الشمال الافريقيه او الجمعيات او معناتها كثيره جدا، ولكن ما فماش تنسيق من بيناتها اول حاجه. ثاني حاجه ما عندهاش اعلام قوي يعني يدعمها، ما فماش تفاهم من بيناتها، كل واحده تخدم وحدها. احنا قلنا ما هوش داعي كان فما مثلا 20 ولا 100 حزب وجمعيه ان نزيد واحد من اليوم 101، فهمت؟ يعني ما عملنا حتى شيء. هذه نقطه. نقطه ثانيه لاحظنا حاجه اخرى، وهذه معناتها في نقاشات حتى مع السياسيين الاوروبيين، فهمت؟ سياسيين اوروبيين ان معناتها وتنسالوهم علاش مثلا تو مثلا اسيا فيها قوى كما روسيا كما كوبا كما الصين كما ايران كما السعوديه، يعني فما قوى يعني عالميه، فهمت؟ اوروبا نفس الشيء، لكن علاش افريقيا؟ شنو القوه اللي فيها؟ الوحيده اقوى قوه في افريقيا هي مصر بالعدد السكني فقط. لماذا؟ قالوا لي لان افريقيا هي القاره الوحيده في العالم هذا اللي ما عندهاش هدف استعماري. اول حاجه ما تحبش تستعمر، فهمت؟ ثاني حاجه ما عندهاش لوبيات، ما فيهاش لوبيات. عندنا اللوبي الصيني، عندنا اللوبي الروسي، عندنا اللوبي المثلي، عندنا اللوبي نتاع النساء، عندنا اللوبي نتاع الصهاينه، الماسونيه، اوروبيين، اوروبا الشرقيه، كل انواع اللوبيات موجوده في العالم الا شمال افريقيا ما عندهاش لوبي. هو شنو هو اللوبي في الحقيقه؟ اللوبي هو تكون حركه تربط مع كل الحركات الموجوده، وهذا اللي احنا حابين نعمله. يعني الحركه نتاعنا هي معموله على شكل لوبي، فهمت؟ نتعامل مع جميع الحركات والاحزاب. مثلا هذا الحزب يا سيدي عنده توجهات يوافقنا احنا ندعمه، هذه الجمعيه عندها تناسبات معناتها توافقنا. شنو معناها توافقنا؟ مش توافقنا شخصيا، توافق هذه هي هو اللوبي. شنو هو اللوبي؟ اللوبي ما يوافقش افكار شخصيه للافراد، هو اللوبي يحمي مطالب. مثلا عندما نقول اللوبي المثلي، هو يدافع على حقوق المثليين في العالم، يعني يتدخل في الدفاع على حقوق، يعني اي مثلي يتعرض لمشكله هما يقفوا معاه. احنا نفس الشيء كحركه تغيير شمال افريقيا ندافع على الهويه نتاعنا الحضاريه، مانيش باش نرجعوا احنا 1000 سنه التالي ولا 20000 سنه التالي، لا. اللغه الامازيغيه هي لغه مش معناتها هي لغه اساسيه، ولكن في نفس الوقت فهمت ما نجيوش احنا مثلا الدرجه نتاعنا نحيوها. الدرجه التونسيه والمغربيه والجزائريه هي درجه احنا هي لغه امنا وبونا، هذه نسميوها احنا. هذاك علاش ما نسميوهاش درجه عربيه، نسميوها درجه امازيغيه، لانها لم تخلق في الجزيره العربيه. هذه حاجه. حاجه ثانيه، عندما احنا نقولوا فهمت احنا امازيغ، مش يعني اني نكره العرب، لا، ما عندنا حتى مشكل. ومش يعني ان العرب اللي يحبوا رواحهم عرب ويقول لك انا عربي، فهمت؟ في شمال افريقيا نقولوا لا اخرج لبرا، لا، انت عربي على عيني وعلى راسي، انت صيني على عيني وعلى راسي، لكن راك فوق ارض شمال افريقيه امازيغيه، فهمت؟ هذه حاجه. حاجه ثانيه، احنا المساله العرقيه شنو باش تزيدنا وشنو باش تنقصنا؟ توا العالم كامل تشوف مثلا نمشي لهوني مثلا في اوروبا الخدمه نلقى 20 جنسيه تخدم معايا و50 جنسيه. العالم تبدل راه، العالم اختلط، فهمت؟ اذا انا البلاد نتاعي لازمها تنفتح على العالم، مش ننغلق على روحي انا يعني. نقول لك الامازيغيه كلا، لا، ننفتح على العالم اجمع. اي انسان عنده الحق يجي شمال افريقيا ويعيش في شمال افريقيا، كما انا امازيغي عندي الحق نمشي لاي دوله نعيش فيها. اذا حركه تغيير شمال افريقيا هي حركة منبر حر لكل من ليس له كلمة، فهمت؟ ولا حتى اللي عنده كلمة ويحب يعبر. عملنا مقابلات كثيرة مع شخصيات واعطينا الحرية، مثلا ساعات مثلا
نعزموا شخصيات مثلا يتسموا سياسيا غير ملتزمين او يتكلموا بكلام معناتها يعتبر بين قوسين عند العقليه العروبيه الاسلاميه فاحش، احنا عزمناهم واعطيناهم الحريه باش يتكلموا حتى الكلام الفاحش، هو حر. فهمت؟ اذا انا حبيت نقول لك اللي احنا ماناش ننيو باش نوليو حزب سياسي. علاش؟ على خاطر نأمن اكثر من الحزب السياسي، هو الربط بين الاحزاب السياسيه الموجوده ومحاوله اقناعها بخدمه البلد. وان مصلحتنا احنا كشمال افريقيين، تعرف القانون معناتها الدراسات الاقتصاديه اللي معناتها يعمل بحث حول الاقتصاد او عنده فكره على الاقتصاد، الان العالم اي تكتل اقل من 100 مليون لا يمكن ان يخلق اقتصادا، اي تكتل مهما كان. يعني تجي انت تقول لي تونس خليها وحدها والجزائر خليها وحدها وكذا خليها وحده، لا، مصر وحدها يمكن، خاطر هي تقريبا 100 مليون يعني، فهمت؟ يمكن ان تكون دوله عظمى بوحدها، فهمت؟ لكن احنا في شمال افريقيا لازمنا الخمسه دول هذه باش نعملوا 100 مليون، هذه نقطه مهمه. نقطه ثانيه، المال والاعمال والتطور الاقتصادي لا يكون الا بابعاد الدين عن السياسه. هذه حاجه. نقطة ثانية، النقطة الثانية، أي واحد باش ينفستي أو باش يدخل في مشروع في دولة يغزر حاجتين مهمين، هي حرية المرأة، لأن شكون هو المشتري؟ شكون اللي يشري أكثر شيء؟ شكون هو المستهلك؟ فهمت؟ هي المرأة. إذا لو المرأة ما عندهاش حرية، فهمت؟ ما تنجمش تستهلك. يعني أي رأس مال مهما كان يحب يعمل مشروع، فهمت؟ لازم يكون المرأة متحررة. وهذه وحاجة ثانية هي ما يسمى الحريات. علاش؟ على خاطر كده فما الحريات، فهمت؟ تكون فما تفاعل في المجتمع ويخلق جو من الإبداع والثقافة والفكر وكل شيء. إذا احنا كحركة تغيير شمال إفريقيا الهدف نتاعنا هو هذا. احنا شمال إفريقيا بالنسبة لنا معناتها صحيح احنا أمازيغ، ومرحبا بأي إنسان يجي عندنا ويولي معانا ويقعد حتى بالجنسية متاعه ميقلقناش، ويقول هو عربي واتشرف انه عربي، ولكن يحترم العالم الأمازيغي ويحترم الأرض الأمازيغية. إذن احنا منبر حر لأي إنسان أن يعبر على رأيه، وكل إنسان مهما كان عنده الحق يتكلم. نبعد الدين فهمت في دارك، ما تعمليش وزارة شؤون دينية، فماش وزارة شؤون دينية، فهمت؟ إذا احنا عندنا برنامج في الحقيقة مازلنا ما كملناهش، عندنا برنامج كيف ننظر للبرنامج السياسي، كيف ننظر إلى توحيد ما يسمى شمال إفريقيا اللي هي من ليبيا إلى المغرب. عندنا فكر بعد كيما نقولوا احنا برنامج ثقافي وفكري. احنا نعتمد في البحث نتاعنا على خمسة قواعد أساسية، هي ما يسمى السياسة، وجهة نظرنا في السياسة، وجهة نظرنا في الاقتصاد، وجهة نظرنا في المجتمع كيفاش لازم يعيش، فهمت؟ يعني شنو هو نظرتنا احنا؟ اول حاجة ما ناخذوش الحلول ونجيو نحطوها على المجتمع، شنو قاعدين نعملوا؟ قاعدين نحلوا في المجتمع ون كيما نقولوا احنا ونخرجوا في القوانين من المجتمع نتاعنا والعادات نتاعنا. طبعا وناخذ بعين الاعتبار يعني ما يسمى الجانب المحافظ اللي موجود في شمال افريقيا، اللي هو نتيجه 1000 سنه من التخلف الاسلامي العروبي. المساله الرابعه هي ما يسمى بالفكر، الفكر الجديد، فهمت؟ والمساله الخامسه هي الامن. احنا ما نحبوش نكونوا دولنا دول عسكريه. تو احنا نجي نشوفوا هذه، فما قاعده تقال في الحضارات انه ديما دمار اي حضاره بالقوة اللي خلتها متحضرة. يعني أي دولة، أي حضارة، مثلا الحضارة الرومانية مثلا، أو مثلا الحضارة الفينيقية اللي معناتها اشتهرت بالسفن، اللي هلكها هي السفن، فهمت؟ احنا نشوفوا توا الدول العظمى أمريكا شنو هو اللي مسيطر على العالم؟ بالسلاح. لكن العالم الآن ماشي، ما عادش ماشي بالسلاح. هنا توا السلاح الفكرة، سلاح الإبداع، فهمت؟
يعني تصور تنتهي الحروب في الارض، تفلس امريكا، مش عندها دعم تمشي تحارب سكان الفضاء. فهمت؟ اذا احنا بالنسبه لنا، بالنسبه للامن، نؤمن بالامن الداخلي، ما نؤمنوش يعني كيما سويسرا، ما نؤمنوش بجيش. يعني بالنسبه لنا الجيش الشمال الافريقي يكون جيش تطوعي، وجيش يعني انا عجبتني حاجه هوني معناتها في الجيش في اوروبا، يعني ناخذوا تجارب الشعوب الاخرى، ان الجيش يعني ينجم يساعدك حتى في قطعان الطريق. فهمت؟ يعني يساعد، هو الجيش ماهوش جيش حربي. فهمت؟ ما نحبوش سلاح، ما حشتناش بسلاح. فهمت؟ ما حشتناش بعنف. احنا نحب نبنيه دوله حضاريه لشمال افريقيا على حسب المبادئ نتاعنا اللي احنا تجري في عروقنا، تجري في عروقنا مهما كان اصولنا. ما دام عشنا على ارض شمال افريقيا، مهما كان الاصول نتاعنا، هناك مع جانب من الانسانيه، من النجم نقولوا احنا من الطيبه. الامازيغ معناتها معروفين يعني بالطيبه، صحيح هما معناتها محاربين، ولكن في نفس الوقت معروفين بالطيبه، يعني يسكتوا على حقهم، ما يحبش يضر الاخر. تلقاه الامازيغي حتى يمشي مع واحده يمشي للشرقي يتكلم بالشرقي. فهمت؟ الشمال الافريقي يجي يحكي معك انت يشوفك تتكلم بالسوري، ولا يتكلم بالسوري، بالسوري يعني مش بالسوري يعني بالسوريه، مش خاطر احنا بالسوري عندنا يعني بالفرنسيه، باللهجه السوريه، باللهجه السوريه، ولا يتكلم مع مصري يتكلم باللهجه المصريه. فهمت؟ اذا احنا كحركه تغيير شمال افريقيا، حاجه نقطه اخرى بالنسبه للانتماء للحركه، احنا عندنا قاعده في الحركه، يمكن ان تنتمي للحركه متى تريد وان تنسحب متى تريد. يكفي ان تكون انتميت للحركه، نقيدوا لك البيانات نتاعك، انت منتمي للحركه، شنو هو النوع نتاعك، متعاطف ولا ناشط؟ كان ناشط نتصلوا بيك ونعطيو وتقول لنا، وما نجوش نقول لك شنو باش تعمل، تقول لنا انت شنو تنجم تقدم لنا، وعلى حسب وقتك وعلى حسب امكانياتك تخدم على روحك. ونهار اللي تحب توقف ترسل مايل بريد تقول انا نحب نوقف، ونهار اللي تحب ترجع ترجع. علاش هذه؟ خاطر فكره حكم الرده. ها؟ لا لا، ما عندناش رده، ما عندناش. احنا عندنا خاطر الشمال الافريقي، احنا شمال افريقيين ما نحبوش شكون يحكم فينا. عندنا هذيك الطبيعه، ما نحبش واحد يقول لي اعمل كل حاجه، وما نحبش واحد يعطيني اوامر. هذه طبيعه فينا. فهمت؟ اذا احنا الانتماء للحركه، ويمكن ان تتكلم باسم الحركه وتدعو للحركه ولو حتى انت غير منتمي، لا متعاطف ولا حتى شيء. فهمت؟ ما عندناش مشكله، لان احنا اطار لكل شيء. فهمت؟ هذاك علاش معناتها القاعده الاساسيه الانتماء للحركه هو ان تتكلم باسمك. شنو هو الحاجات الاساسيه؟ هو انك تكون انساني، انك تكون ماكش عرقي، ان ما تكونش طائفي، انك تعتبر معناتها الدين مستقل على السياسه، انك تؤمن ان شمال افريقيا امازيغيه. فهمت؟ انك تكون منتمي لاحد هذه الدول الخمسه، انك تكون عمرك 18 سنه، انك تكون انسان تقبل الراي الاخر، انك تكون انسان لا تريد ان تفرض رايك، انك تكون انسان تؤمن بالحريه، وانك تكون انسان تحترم الشعوب الاخرى والحضارات الاخرى. وقت تسافر لبرا ما تبداش تفرض في الافكار نتاعك والامور نتاعك، يعني تكون انساني. فهمت؟ وان تندمج مع الحضارات الاخرى، وان تكون متفتح للحضارات الاخرى. بكل تاكيد. انا بس بدي اذكر في صديق عم بيقول لي وينك يا جان، انا هون على كل، اذا شفتني سي هلو. على بس اصدقائي، يعني انا بتمنى تكون مداخلاتكم وتفاعلكم مع الموضوع، مع البرنامج يعني اكثر، لانه بصراحه نحن نتكلم في مكان والشات في مكان اخر يعني. فانا بتمنى يكون الشات في نفس الموضوع، يا ريت. انا يعني اصدقائنا محمد ليس ضروري يكون في هالحلقه، يعني المهم الحلقه هي عن حركه تغيير شمال افريقيا، وانا اتمنى منكم اصدقائي انه تتفاعلوا مع الموضوع. انا راح افتح السكايب حالا. واخي كريم، شو هي النشاطات اللي قمتوا فيها مثلا عبر الانترنت؟ ما هي مواقعكم؟ كيف ممكن يصلوا لكم الناس؟ بالنسبه للنشاطات اللي عملناها احنا، معناتها عملنا البرنامج بتاعنا، انا باش نخدم السنتين الاولين على الانترنت. فهمت؟ وانتقلنا للساحه، يعني نشاركوا في معركه كما نقولوا احنا، نشاطات موجوده هوني. مثلا اي عضو عندنا مثلا في الحركه، سواء اللي في امريكا او في كندا او في
أوروبا أو في المغرب أو في تونس توقع نشاط احنا نشاركوا فيه بالأعضاء متاعنا، يعني على عين المكان ونتابعه وناخذ الأخبار. كما احنا نحاولوا باش نعملوا ثلاثة حاجات عملناهم ديجا السنة هذه، هو أن خلقنا شبكة من العلاقات. شبكة من العلاقات يعني عندنا ما يسمى أشخاص موجودين في عدة مناطق في العالم، أنه يمكن أن نعملوا عليهم كأي واحد من العنصر متاعنا يسافر للبلاصة هذيك، ولو حتى باش يشرب معاه قهوة أو كل واحد شنو ينجم يقدم، كما يعملوا الإسلاميين وكل الحركات في العالم. فهمت؟ يعني ما يسمى هذا هو، يعني مثلا أنا كي نمشي للمنطقة الفلانية، مثلا نمشي لألمانيا، عندي أشخاص غاديكا أن يستقبلوني، فهمت، من تبع الحركة. هذايا يخلق داخل الحركة ما يسمى بالنظام الاجتماعي، يعني يعرف روحه الإنسان ما هوش وحده. هذه حاجة. أما بالنسبة للمواقع متاعنا، عندنا الموقع متاعنا الأمكان تايمز، نعرفش كيفاش نجم نوريهولك، يعني هوني أمكان تايمز هو الموقع متاعنا الرسمي. عندنا صفحتنا على الفيسبوك فيها تقريبا 110 ألف توا وصلت، فهمت، الصفحة متاعنا على الفيسبوك. نحاولوا من هنا لآخر السنة القادمة توصل مليون، فهمت. عندنا القناة متاعنا قناة أمكان زادة حركة تغيير، يعني تكتبوا أمكان على جوجل تطيحوا على الصفحات متاعنا في فيسبوك، ولا تكتبوا حركة تغيير شمال أفريقيا تطيحوا على الموقع متاعنا اللي هو أمكان تايمز، يعني آخر أخبار الحركة، اللي هو ينقل أخبار شمال أفريقيا الكل، كما مثلا أحداث اللي وقعت في الريف، أي حاجة توقع. الحركة متاعنا لا تنقل إلا الأخبار الأمازيغية، بل تتدخل في الأخبار الاجتماعية، وإحنا مازلنا ما بديناش، خطر في الأول بدينا نحكيه على ما يسمى الهوية الأمازيغية، الآن باش ندخلوا في المشاكل الاجتماعية والمشاكل السياسية والمشاكل الاقتصادية، وقاعدين هوني نتصلوا بمسؤولين ما يسمى بالسياسيين، سواء في البرلمان الأوروبي سواء خارج البرلمان الأوروبي أو أحزاب سياسية، باش نحاولوا نقنعوهم أن فهمت الهوية الأمازيغية كمشروع حضاري. إحنا باش نعملوا مؤتمر عام 2017، فباش نعملوا مؤتمر باش نبينوا فيه أفكارنا بكل وضوح. فهمت؟ يعني توا عندنا ما يسمى علاش احنا ما نحبوش نتسرعوا؟ على خاطر ما نحبوش نجيبوا كتاب مقدس ونجيو نفرضوه على الواقع. فهمت؟ احنا احنا الافكار نتاعنا اول حاجه ديما نقولوها لهم، احنا رانا نتطور، لان عندنا الثابت الوحيد على صفحه الفيسبوك، الثابت الوحيد هو التغيير. يعني ديما نتغير. عندنا فكره نلقاو فكره مخير، نتبعوا الفكره مخير. ونستفيدوا من تجارب الشعوب الاخرى. بالنسبه للاخوه اللي على الشات اللي خارجين الموضوع، عادي يا جان، راهو على خاطر اكثر الاشخاص اللي يتابعوا الواحد يعني البرنامج نتاعكم من الشرق الاوسط، ما يهمهمش حركه سياسيه حركه ثقافيه، هو ماذا بهم يحكيوا على محمد. اعطيك مثل من هال يوم كشف عن ساقه، متى ستشهد ثوره امازيغيه، هي يمكن ضمن الحلقة، متى ستشهد ثورة أمازيغية حقيقية ضد العرب والإسلام؟ شو رأيك تجاوب على السؤال هذا؟ في الحقيقة ما يقول ابن خلدون أن الأمازيغ ارتدوا 13 مرة أو 12 مرة أو 11 مرة، هذه الثورة ما يسمى أو ما يسمى بثورة، هم يسميوها ثورة البربر، أكبر ثورة اللي وقع فيها يعني طرد بنو أمية كليا من شمال افريقيا مده 300 سنه. فهمت؟ هذه الثوره هي اخر ثوره. فهمت؟ هي فرصتنا الاخيره لنحن، لان الثوره الامازيغيه قادمه. فهمت؟ قادمه مش بمفهوم طرد، احنا ما نحبوا نطردوا حد. فهمت؟ معروف الامازيغ عبر التاريخ اللي يجيهم يحاولوا يحتووه ويدخلوه ويندمجوا. فهمت؟ احنا ما نطردوا حتى حد. كل شمال افريقي مهما كان، مهما يكون اصله، مهما يكون دينه، مهما يكون عرقه، مهما يكون جنسه، الارض هذه ملكنا الكل، لازمنا نتعلموا كيفاش نتعايشوا مع بعضنا. اما شنو الحاجه المهمه؟ ان كلمه العروبه تتنحى من شمال افريقيا، وكلمه الاسلام العروبي، فهمت، يتنحى من شمال افريقيا، تتنحى، فهمت، وزاره الشؤون الدينيه شنو نعملوا بها؟ وزاره الشؤون الدينيه ما يخي ما ساعتش انا وزاره باش يقول لي شنو اللي حبي يصلي، يمشي يصلي، هاك عندك منقال عارف الوقت، امشي صلي ولا صوم ولا اعمل اللي تحب عليه انت، ما مش شغلي هذا. ف
فهمت؟ إذا قادمة أنا أتوقع يعني على حسب ما أنت نشوف الشباب الآن يخرجون من دين الله أفواجا، فهمت، في شمال أفريقيا وفي العالم أجمع بصفة عامة، في العالم ما يسمى بين قوسين الإسلامي، حتى اللي ماهوش معناتها ما يخرجش من الدين الإسلامي تلقاه يا أما ولا قرآني أو ولا أحمدي أو ولا بهاي. ذاك علاش أنا نقول لهم ما عادش تقولوا أحنا مسلمين، واللي يقول أنا قرآني أنا بهاي أنا أحمدي أنا أي حاجة أخرى، ما عادش تقولها كلمة مسلم، لأن كلمة مسلم يعني مستسلم، والمستسلم ما يجيش مع الأمازيغية، خاطر كيفاش أنت أمازيغي؟ يعني الأمازيغية معنى إنسان حر، والإسلام معنى إنسان عبد، كيفاش أنت أمازيغ؟ أنا يضحكوني بعض الأمازيغ يقول لك أنا أمازيغي مسلم، كيفاش؟ يعني أنت إنسان حر ومستعبد. اتصل فيني صديق قبل الحلقة هو أمازيغي ولكنه مسلم بس على أبواب الإلحاد يعني، فأكيد راح يلحد. في أخ عم بيقول، أخ ساعد مسعد عم بيقول ثلثي شمال أفريقيا عربي وأنت تريد تغييرها. عربي بماذا؟ وهكذا مكتوب يعني، عربي بماذا؟ ثلثي شمال أفريقيا عربي وأنت تريد تغييرها. وطبعا حيطة وجه مزعوج يعني، ف لا مش مشكلة، مش مشكلة، عنده الحق يسأل وعندنا الحق نجاوبه. نقول له الكلام ما عنده حتى قيمة، فهمت؟ يعني حتى أنا نجي نقول لك معناتها ثلاث أرباع الشعب الأمريكي، فهمت، إنجليزي، يعني هل هما إنجليز؟ أول حاجة الكلام سهل، ورغم اللي معناتها بالفعل ثلاثة أرباع الشعب الأمريكي إنجليزي، لكن في شمال أفريقيا حتى الدراسات الجينية، وأنا ما نحبش ندخل بالدراسات الجينية، أثبتت الدراسات الجينية أن تقريبا نسبة 80-85% من الشمال أفريقيين بعد ما أنت عملوا كثير من التحاليل في عدة مناطق في كل شمال أفريقيا أنهم ذو أصول أمازيغية، لأن يا أخي اللي جاءوا لشمال أفريقيا هما رجال والعدد متاعهم كان محدود، فهمت، وتزوجوا بأمازيغيات، فهمت، وجابوا أولاد أمازيغ، وإحنا نعرفوا أن الأم هي الأرض هي الهوية. إذا تقول لي ثلاثة أرباع يمكن تقصد باللغة، ثلاثة أرباع تقصد باللغة، متفق معك باللغة، ثلاثة أرباع معربين أنا متفق معك، لكن ما همش معربين يا أخي، لأن اللغة اللي يتكلموا بها ما يجيش يقول لك، هو الولد الصغير ما يجيش يقول لك وجدت سلحفاة، ولا الأم تجي تكلم ولدها يا بني آتي إلى هنا لكي أرضعك، لا، تقول له جاوني باش نرضعك ولدي، راني وش تفكرون؟ وحتى هاي هدي عربي. بتونس لا يقولون لك هاتي أعطني بيضة، ويقول لك أعطني عظمة، أعطني عظمة، لا تو اسمها السلحفات، السلحفات معناتها هذه نتذكرها ويتذكروها ياسر توانسة، فهمت؟ أنا وقت معناتها مشيت للمدرسة يعمل لي سلحفات، نقول له لا سيدي هذا مش سلحفات هذا فكرون، أمي تقول لي فكرون، لا هذا سلحفات، نقول له باش، قال يقول لي بالعربية سلحفات، نقول له ما اللغة متاعي أنا شنيا فكرون شنيا. في سؤال بصراحة من الأخ أظن بندورة، بندورة أنمي عم بيقول السؤال، الصفحة بالعربية فقط، هل لكم مشروع ترجمة الصفحة الفرنسية والأمازيغية؟ طبعا لا، عندنا مشروع باش نعملوا الموقع، احنا الموقع مازال جديد، فهمت، وقاعدين نخدموا فيه، عندنا في الفيسبوك امكان بالعربي وعندنا امكان بالانجليزي، فهمت، وبالنسبة للأمازيغية نفس الشيء، نفكروا باش نعملوا بالأمازيغية ولكن حتى تتوفر لنا الظروف. طبعا احنا الاتفاق متاعنا انها تكون باربع لغات، هي فرنسية إنجليزية عربية وأمازيغية. في بصراحة طرح موضوع التحليل الجيني، ما بعرف أنت طرحته ولا الأخ سامي طرحه، أظن يعني الاثنين تكون طرحته بشكل من الأشكال. في الأخ
الأخ سعد مسعد، ده أظن هو مسلم عربي، عم بيقول ما دخل التحليل الجيني يا أخ؟ أنا متأكد أن جيناتي أمازيغية لكن هويتي ولغتي عربية. أوكي، يعني أنت تتكلم على الهوية العربية، ماكش تتكلم على الجينات. احنا امازيغ، فهمت؟ يعني هو فاهم اللي احنا كنا جيناتنا امازيغ، فهمت؟ الهوية العربية اللي انت تتكلم عليها او ما يسميها هو هذا يسمى تعريب، متعرب، انت متعرب. اوكي، يعني انت لك الحق كشمال افريقي ان تكون متعرب، فهمت؟ وان تدافع على معناتها عروبيتك، ولكن ضمن إطار أرض وحكم أمازيغي وهوية أمازيغية. أنت تقول لي ثقافتك، علاش أنت تاكل كما السعوديين؟ أنت تلبس العقال؟ ها؟ لباسك أمازيغي، ماكلتك أمازيغي، الهواء اللي تتنفس فيها أمازيغي، السماء اللي فوقك أمازيغية، الأرض أمازيغية، فهمت؟ كل شيء، حتى طريقة تعاملك، حتى طريقة تفكيرك. امشي انت يا اخي، امشي للسعوديه وامشي لبكه او المكه، فهمت؟ وشوف روحك، هل انت عربي ولا ماكش عربي؟ من فين جاتك العروبه؟ من اين اتت لك العروبه؟ هذه فكره غرسوها لك انت، نعرف صعيب، صعيب انك تنحيها من مخك، لان قرروك اللي انت عربي. ورغم هذا، حركه تغيير شمال افريقيا تعتبر اي انسان فوق ارض شمال افريقيا يريد ان ينسب روحه للعرب ولا ينسب روحه للصينيين ولا للمغول ولا للترك، فمن يقول لك انا اصلي تركي؟ يا سيدي اصلك، لكن انت الان فوق ارض امازيغيه، وهذه الهويه هويه امازيغيه، والعادات والتقاليد والماكله نتاعك واللبس نتاعك وكل شيء هو امازيغي، وطريقه التفكير نتاعك هي امازيغيه. صحيح انت متاثر بالعروبه والاسلام، احنا العروبه والاسلام اللي ما تمسش الهويه نتاعنا مرحبا بها، وتحترم الهويه نتاعنا مرحبا بها، أما الهوية العربية الإسلامية اللي تتعدى علينا في وطننا، لا أخويا، هذه مسألة واضحة. امشي يا سيدي، ما عجبكش، ما عجبناكش احنا، ما عجبوكش اخواتك، فهمت؟ ولاد بلادك من دمك، امشي عيش في السعودية، تفضل خويا. أكيد أكيد أخي كريم. طبعاً أصدقائي، أنا حاطط اللينك تبع حركة تغيير شمال أفريقيا تحت الفيديو بالدسكريبشن. وأخي كريم، إذا في عندكم أي يعني لينكات مثلاً، أي مواقع، شغلات تحب نحطها، نرجع نحطها تحت في طبيعي. أنا باش نعطيك الصفحة متاع فيسبوك، أنا بعث لك الصفحة متاع فيسبوك والقناة، القناة متاع اليوتيوب والموقع، ثلاثة حاجات هذوما أحسن معناتها ماذا بيا تحطهم، فهمت؟ يعني معناتها مهمين، خاطر الموقع اللي هو amcantimes.com، فهمت؟ والصفحة متاع فيسبوك، بنعرفش نبعثهم لك على الفيسبوك، هاني باش نبعثهم لك. تمام تمام كريم، أنا راح أخذهم منك. معنا اتصال من الأخت سارة. أخت سارة تفضلي. مساء الخير، مساء الخير الأخ كريم. بغيت نوجه له سؤال، نقول له واش هي واش رايك في حركه الماك الموجوده في الجزائر؟ الماك يعني واش رايك يعني بصفه عامه على لانه الامازيغ، باش نقولوا صراحه، نحن كامازيغ نميل للحريه اكثر، ولا نحب القوميات ولا التجمعات، وهو يعرف ذلك مليح. حبيت نقول له واش رايك، يمكن هي صح حاربت العروبه في عصرها الذهبي، وهنا نقول باللي العروبه تاع عبد الناصر والمدين في شمال افريقيا خاصه في الجزائر لم تنجح النجاح الباهر، لكن العروبه الاسلامويه هي اللي قضات على يعني قضات علينا يعني تماما من التسعينات، وحنا نعانوا حتى الان. وتحيه لك كبيره كبيره، وتحيه لك الاخ جان، وشكرا على هذه الحلقه الرائعه. صح الشرق اوسطي، وراك تهتم بال يعني قضايا شمال افريقيا، لاننا نحن جميعا قابلين تحت الاسلام العروبي او الوحل العروبي. تحياتي سريعه. شكرا ساره، شكرا، كلياتنا اهل اختي، كلياتنا اهل.
أخي كريم، سمعت السؤال أظن. طبعا سمعت، أهلا وسهلا سارة، كيف حالك؟ لاباس. في الحقيقة احنا كحركة لا نعادي أي حركة أمازيغية مهما كانت، رغم اختلافنا معها لأقصى درجة. فهمت؟ يعني وجهة نظرنا احنا في الحقيقة مع مسألة الماك، وما هي تعرف في الأول كانت عندنا أول ما بدأت الحركة كان عندنا تعامل يعني جيد مع عناصر من عناصر الماك، ولكن مع الأسف يعني كان فما هناك حساسيات موجودة. فهمت؟ الحساسيات يعني فيما يخص معناتها يحبوا ديما يعني نتكلموا عليهم معناتها كهما عندها يعني نتكلموا كيما هما يتكلموا. احنا قلنا لهم لا، احنا حركة صحيح نعطيكم الحرية، وقعت لنا مشكلة ان جبنا بعض الاشخاص يتكلموا على الماك فكانوا ضد الماك وتعرضوا للماك بالإساءة. فهمت؟ فطلبوا منا بحذف ما يسمى الفيديو اللي تكلمت فيها على الماك بالإساءة، واعتبروهم حركات انفصالية وحركات موالية لفرنسا وتابع المخابرات وكذا وكذا وكذا. قلنا لهم لا، علاش؟ خطر احنا كحركة تغيير شمال افريقيا لا نمحي ولا نمنع. فهمت؟ قلنا لهم كان عندكم رد عليهم، تفضلوا يجوا ردوا عليه. احنا عندنا اعتراضات ياسر، وما نحبش ندخل في الديتاي اخت سارة في مسألة الماك، لكن هذه مسألة نعتبروها تخص القبائل. فهمت؟ يعني انت تعرف اللي مش الكل مع الماك، يعني فما نسبه صحيحه لا باس بها مع الماك وهي نسبه ناشطه، ولكن فما مناطق وفي داخل تيزي وز وبشايه هما ضد الفكر بتاع الماك، وخاصه يلوموها في عده نقاط، منها تعاملها مع فرنسا، خاطر احنا كي نحبوا نقطعوا الاستعمار لازم نقطعوا الاستعمار مع الشرق والغرب. فهمت؟ مش انا نقطع الاستعمار مع الشرق هو، فهمت؟ والغرب فهمت نعطيه بلادي، هذا مش معقول، هذا مستحيل. اذا احنا نحبوا الهويه بتاعنا المستقله، صحيح القبائل على عيننا وعلى راسنا، صحيح القبائل شاركوا في الثوره ضد فرنسا، صحيح القبائل هما اللي حركوا القضيه الامازيغيه وهما اللي قدموا شهداء على عيننا وعلى راسنا. فهمت؟ لكن مثلا بعض المؤاخذات حول مثلا الاستقلال احنا ما حاجتناش نكونوا كونتونات في شمال افريقيا، قداش كبرها يا اخي القبائل وقداش عدد سكانها. فهمت؟ باش تكون منفصله على، لو تتكلم على انفصال على السياسه المركزيه انا متفق معاك، اما ما تنجمش تتكلم على انفصال على شمال افريقيا، هي ضمن شمال افريقيا وعندها الحق في الحكم. فهمت؟ في اطار فيدراليه في المنطقه نتاعها وعالمها وعلى عيني وعلى راسي. رغم اللي هذاك الكل حركة تغيير شمال افريقيا الابواب نتاعها مفتوحة وتتعامل مع الماء ومع كل اتجاه مهما كان، وما نحبوش معناتها مش ما نحبوش نعملوا احنا ننقدوهم، ما يقبلوش نقدنا هم احرار. فهمت؟ ونقبلوا النقد نتاعهم، واحنا الهدف نتاعنا هو شمال افريقيا وحق كل منطقة انها تحكم نفسها. هذه النقطة الاساسية. نظن جاوبتك سارة. أشكرك أخي كريم. بصراحة في الأخ سعد مساعد هذا يظهر أنه حامل السلم بالعرض وماشي، ما بعرف هذا طبعا حقك كريم إذا بدك تجاوب على السؤال أو لا. عم بيقول سأؤمن بالقضية الأمازيغية فقط عندما يؤمن بها الأمازيغ، لأن الحركة الأمازيغية الوحيدة الموجودة في شمال أفريقيا هي معاداة الهوية العربية، وهذا لا يجلب سوى الفتنة وربما حرب أهلية. متفق معاه، كلام تاعه جدا منطقي. اكثر الحركات الامازيغيه عندهم عداوه، احنا هذه المشكله بعد تجربه يا جان، هو الكلام تاعه اللي قاله كلام جدا سليم ومنطقي. فهمت؟ هذا انا عانيته، انا ما نتكلمش الامازيغيه. فهمت؟ وانا معناتها مفروض معناتها ذو اصول شرق اوسطيه، فهمت؟ معناتها باش ما نكذبوش على رواحنا. مره كنا في يعني حتى عملت التحليل، فهمت؟ عملت التحليل وطلعت عندي جذور مش الكل، اما عندي نسبه شرق اوسطيه. كنا في اجتماع في الزوم وقتها نحكي، وقلت قالوا لي عملت التحليل باش نشوفوا انت امازيغي ولا،
فهمت؟ قلت لهم هي عملت التحليل، لقيت نسبتي الكبيره اللي موجوده في الدم بتاعي هي من جنوب العراق شمال السعوديه. ما تتصورش كيفاش تبدلوا معايا كومبليتمون، تبدلوا كليا، وليت عدو. انا نعاني، انا فما اشخاص تتصل بي في الفيسبوك تتكلمني بالامازيغيه، نقولها تكلم بالعربيه ولا الفرنسيه ولا اي لغه اخرى، راني ما نتكلمش الامازيغيه، يعملوا لي انيور ولا يسبوني، وشكونك انت باش تتكلم باسم الامازيغ؟ عربي ممسخ يا ولدي. السب اللي تلاقيته من الامازيغ اللي يتكلموا بالامازيغيه ما تنجمش تتصوروا بالك. واحنا هذا يا اخ اللي شو اسمه سعد، احنا هذا اللي ضده، احنا امازيغ بالهويه، لا عرق لا لغه، فهمت؟ احنا ماذا بينا حتى اللهجات التونسيه والجزائريه والمغربيه تولي لهجات لغات قوميه، لغات نتاع البلاد. اللي يحب يدرس الامازيغيه، اللي يحب يدرس اما العربيه نحيها علينا، وتكون اللغه الاولى الثانيه بعد اللغه بتاعنا الام سوى الامازيغيه سوى الدارجه، فهمت؟ تكون الإنجليزية ولا الفرنسية، اللي تقدمنا في العلم وتقدمنا في الحضارة. يا أخي حركة تغيير شمال أفريقيا هي ضد كل ما هو عنصري، والفترة الأخيرة وقعت اجتماعات في حركة تغيير شمال أفريقيا، وتم أخذ إجراءات نتيجة، هو عنده الحق راهو، خاطر موجود على الصفحة متاع الفيسبوك كثير من الهجمات متاع الأدمن متاع الصفحات على العرب. يعني تصور باش نقول لك حاجه، يعني معناتها انا وقفت لي مخي، فهمت؟ واحد عامل بوست من الادمين يعني بتاع الحركه، عامل بوست، فهمت؟ كاريكاتوري، هل تريد ان تتزوج عربيه؟ فهمت؟ الاخر رد عليه قال له عربيه كيف تتزوج عربية؟ قالوا كان تبقى هي وحدها في العالم أنا ما نزوج. يا أخي شو مدخل الزواج؟ أنا نزوج حتى صينية. يعني الفكر العنصري، فهمت؟ العنصري ما تصوروش بالك، بل فكر عنصري ضد من هو يتكلم الدارجة. يعني هو يتكلم أمازيغي يقول لي أزول، أنا كي ما نقولوش أزول يحقرني يكرهني، وهذا عانيت منه وعاني منه حتى التوى، ونتلقى في السب من الأمازيغ في المسألة هذه. إذن يا أخي أنا متفق معك، وأنا شخصيا كان جات الحركة كالحركة، احنا نحب نفصلوا مع الحركات الأمازيغية القومية العنصرية، كان جات الحركة عندها اتجاه قومي عنصري، أنا أول واحد أنسحب منها. أوكي، للأسف القومية الشوفينية القومية ما جابتنا غير المهالك، يعني كان بالشرق ولا بالغرب ولا بأي مكان. على كل في سؤال، بس أصلوا للسؤال هذا، عم بيقول الأخ باندورا، ما هي مشاريع الحركة في إقناع شعوب شمال أفريقيا للانضمام للحركة وقبولها؟ في الحقيقة إلى حد الساعة احنا كما قلت لك يعني ماناش معناتها الهدف نتاعنا ماهوش الاقناع، الهدف نتاعنا ماهوش الاقناع، انما الان الهدف نتاعنا هو اعطاء الكلمه. اي واحد مهما كان، فهمت؟ سواء انتج اغنيه، سواء يحب يكتب فيلم، سواء فما مهرجان، يطلب منا الدعم باش نايدوه، فهمت؟ باش نقفوا معاه، فهمت؟ باش نعملوا له دعايه للمشروع نتاعو، يكون المشروع نتاعو ثقافي فكري مهما كان بدون اي مقابل. فما اخ تونسي وهنا نذكرها المسألة، خرج اغنيه هو عنده عامين اسمها احنا توانسه مانيش عرب، فهمت؟ والايامات الاخرانيه زاد اخرج اغنيه اخرى اسمها ازول ولا النزول، فهمت؟ يعني غنية روعة، هي راب صحيح ولكن تعبر على تاريخ. وطبعا عطيك كانت تحب الراب تحطها في الـ في الـ في الـ في الواحد، هي صحيح معناتها ياسر طيارة. يعني احنا يا اخي ما نحاولش نقنع الناس، فهمت؟ احنا نحب نفهم الناس راهي مصلحتنا انها تكون عندنا خصوصية، ورانا ما نجموش نبنيو حضارة
ونبني وجودنا إلا تكون عندنا هوية. مستحيل أمريكا تكون قامت ولات أمريكا كان مازالت مرتبطة بالإنجليز، ومستحيل أي دولة أخرى أو كندا أو غيرها تكون عندها حضارة وتكون عندها معناتها اقتصاد وأمن وكذا مادام هي مرتبطة بالدولة أو باللغة اللي تتكلم بها. هذه مسألة واضحة، أرجع للتاريخ يا أخي، أرجع للتاريخ. أو باش نعطيك الربط، نحط لك مقطع صغير من الغناية كان تسمح. تسمعوا هكا كريم، الأغاني تسألنا مشاكل. لا هذه ما أنا عندي الإذن، عندي الإذن ما ينحوها لكش. تفضل أنا عندي الإذن فيها هذه الأغنية، يعني نحطوا مقطع صغير فقط، فهمت؟ يعني أنت كان يقولوا لك أعطينا الإذن أنا نبعث لك الإذن، أوكي؟ تمام تفضل. تسمعوا هكا الأغنية؟ تواصل الشرف صباح الخيانة يا شرف يا أحمد يا أبو لهب بينما ذهب إلى حد الخراب يا أبناء حمالة الحطب باهي مقطع صغير هذا. على كل راح احط الاغنيه اللينك تبعت اللينك، انا ابعث لك اللينك احطها، فهمت؟ تمام كل اللينكات اللي المطلوبه ابعث لي اياها وانا احطها تحت. انا حابعث لك الزوز لينكات، فهمت؟ ابعث لك الزوز لينكات وتنزيد نبعث لك اللينك بتاع الاغنيه، فهمت؟ تمام اوكي. المهم الاخذ السؤال اللي هاني باش نبعثه لك الان، السؤال اللي احنا اول حاجه نحب ما الهدف نتاعنا ماهوش الاقناع، الهدف نتاعنا ان الشمال الافريقي يقتنع ان مصلحته ان يكون عنده هويه مستقله، ان الشمال الافريقي لازم يقتنع اللي شمال افريقيا عندها من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي، فهمت؟ انها تحكم روحها بروحها وما تحتاجش لحتى حد، ان شمال افريقيا تنجم تستوعب كل المهاجرين اللي خرجوا لبرا ومشوا لاوروبا اللي هما بالملايين، تنجم ترجعهم وتعيشهم في احسن عيشه، فهمت؟ عندنا الفلاحه، عندنا السياحه، نجم لازمنا الدول نتاعنا تفتح على الاقتصاد، وما يكون هذا الاقتصاد يعني منفتح وكل شيء الا لما تكون هناك ما يسمى بالحريه والديمقراطيه وحقوق المراه وحقوق الانسان، فهمت؟ باش تكون وخاصه تنحيه ما يسمى بالحروب والنعرات وابداء وابعاد الدين عن الدوله. اذا الشمال الافريقي احنا كحركه جديده، كحركه يعني جديده في الحقيقه، احنا حركه نسميها بالفرنسيه افانغارديست، يعني جينا قبل خاطر توقعنا ان شمال افريقيا ليس لها خيار الا ان تسير في هذا الاتجاه، وهذا مش شمال افريقيا برك، العالم اجمع اللي باش يمشي نحو الحضاره والانسانيه والسلم والامان هو اللي باش يبقى، اللي باش يمشي نحو الحروب والصراعات سوف يفنى. اذا احنا من مصلحتنا كشمال افريقيين ان نمشيو في الطريق السليم نتاع مستقبل الانسانيه، وهو الحريه والتعايش، وشمال افريقيا مفتوحه للجميع مهما كان. بكل تأكيد. على كل أنا في انتظار سؤال من الأخت سارة، وراح أخذ الكلمة الأخيرة أظن، يعني وفينا الموضوع حقه يعني أظن بما عملنا ساعة وربع يا بالبداية. فالأخت سارة كان بدها تسأل سؤال وأنا في انتظارك تسألي أخت سارة. على كل لحتى يجي سؤال الأخت سارة، ما بعرف إذا في عندك أي شيء تضيفه أخي كريم، كلمة أخيرة يعني إذا ما وصلتنا للسؤال من الاختصار رح نقفل بقى. أوكي ما فما حتى مشكلة. المهم أنا أعطيتك الرابطات الكل على الفيسبوك نجم تحطهم نتاع مثل كان القناة أنا بعثهولك. بالنسبة للكلمة الأخيرة أنا أقول للشمال الإفريقيين مهما معناتها أينما كانوا سواء داخل الوطن أو خارج الوطن، فهمت؟ راهي الحركة نتاعنا ماهيش قومية، ما هيش عرقية، ما عندها حتى صلة بالحركات الأمازيغية القومية أو العرقية أو اللغوية،
راهي الحركة الأمازيغية بتاعنا ما تحب تطرد حتى إنسان موجود على أرض شمال إفريقيا، والأرض هذه أرضه، فهمت؟ مهما كان الوصول بتاعه، فهمت؟ وإن حركة شمال إفريقيا، حركة تغيير شمال إفريقيا هي حركة ثقافية تدعو للتعايش بين كل أطياف شمال الإفريقيين، سواء من ناحية التركيبة أو من ناحية ما يسمى الدين أو اللغة أو اللهجة. لازم هناك احترام لكل اللهجات اللي موجودة. ما نجيش أنا نتمنيك على هذا شبيه يتكلم هكا وهذا يتمنيك هكا. كل إنسان حتى في اللهجات ما يسمى بالدارجة، كل منطقة تتكلم بالدارجة متاعها، ونحب نحفظ التراث متاعنا اللي هو مالي صحيح تعرضنا. احنا لازمنا نخلقه من نقطة الضعف متاعنا قوة. عندنا 20,000 واحد استعمرنا، لكن هذا صحيح معناتها ضرنا وأهاننا وكذا، ولكن خلق عنا غناء ثقافي وفكري. عندنا الثقافة الفرنسية، عندنا الثقافة الإسبانية، عندنا الثقافة الطليانية، عندنا الثقافة الفينيقية، عندنا الثقافة العربية، فهمت؟ الفارسية، عندنا كل شيء، التركية، عندنا كل شيء. بهذا احنا مؤهلين باش نكونوا معناتها مثل حي للتعايش البشري، فهمت؟ وهذه هي الكلمة متاعي اللي باش نقولها الأخيرة، وإن نطلب من كل شمال إفريقي يمكن يساعد بأي طريقة، بالعمل، بإعلام بالحركة، بالصفحات متاعنا، بلايك، بأي حاجة، مرحبا به، راهو هذاك يدعمنا ويشجعنا. وشكرا لكم، ولو فما سؤال متاع سارة وإلا ننتقل إلى رحمة الله. شكرا لك أخي كريم، صراحة سارة لسه عم تكتب أجا السؤال، أجا السؤال. حبيت نقول كريم هناك، ما رأيك في عاصمة الثقافة، عاصمة الثقافة الأمازيغية؟ وهي لسه عم تكتب صراحة، يعني لسه ما خلصت كتابة، ما بعرف إذا ممكن تجاوب أو والله يا ما فهمتش السؤال نتاعها على خاطر ديما رجعت كملت الكتابة. ما رأيك في عاصمة الثقافة الأمازيغية؟ نقدر أتصل؟ لم أعرف كتب سؤال بشكل جيد، رجعت اتصلت لسارة. طيب سارة يا ريت تقف في اليوتيوب. سارة اليوتيوب بعد إذنك. أهلا سارة تفضلي، لحقتينا على يعني هو بنقفل الدكان بقى وانت لحقتينا، تفضلي. مش مشكلة نعود نحلو الدكان، حلو. نرفع الدكان، يلا تفضلي سارة. أهلا، سامحني عندي كتير أسئلة الأخ كريم صراحة، ولكن الوقت ما يسمحش. أنا حبيت نقول له صراحة العرب استفزونا كثيرا، ويجب أن نعمل قوة عسكرية. أنا القوة العسكرية أؤمن بها، فاسكو علاش قسنطينة هو يعرف كده، هو تاني عاصمة الأمازيغ، رجعوها لنا عاصمة الثقافة العربية. ولما تكلمنا قالوا لنا لا، كاين تاني تقدروا تشاركوا بالثقافة الفولكلور الأمازيغي. شوف تحقيق وين وصلنا، والآن شكوى يعني أظن العام الجاي السنة الجاية ولا هات السنة ما لا أذكر، صفاقس هي عاصمة الأمازيغ في تونس، أصلا لا اسمها لا عربية، درك راهم يديروا فيها عاصمة الثقافة العربية. وين راهي الثقافة العربية بين فهم؟ هاتوا خرجوا لنا كيفاش منا. شوف الأمازيغ يلقي وجهه كما احنا نقولوا في الجزائر العين الحمراء للعرب، هكذا باش يصير. انا مانيش عنصرية على العرب، انا مرحبا بي كما قال الاخ كريم كل العرب، لكن باش يجيني ويركب لي فوق راسينو باش يجي ويحترم لي ارضي امازيغيه مرحبا بي. وحنا معروفين شمال افريقيا مفاتحين على كل العالم، ما عنديناش هذه ما بفهمك وتفهمني وما بفهمك، نفهموا كاع اللغات. لكن باش يجي ويدير لي عاصمه اللغه عاصمه الثقافه العربيه، يخليها في يروح يديرها في الدوحه ولا يديرها في دبي. هما يبي يطلعوا حضارة جديدة وحنا يجيبوا لنا القشور، ما نسحقش حضارتهم ني ثقافتهم. سامحني والله، غير كي نتفكر نحب حاجة تجيبني من رقبتي. تحياتي أحجان، على بالي ما فهمت كثير، لكن أخي كريم غادي يفهمني. لا أكيد أكيد أختي، أنا فهمت كثير وأنا مستعد يعني
أعمل صفقات بيع أسلحة من الحكومة البريطانية مع الأمازيغ اللي يريدون يحمل السلاح يعني إذا أردت. كريم صديقي كريم قلوا اللي الشوية في الجزائر جامي ما يأمنوا بالسلاح، يعني هم أمازيغ ويأمنوا إيمان يعني بالسلاح، ولا يوجهونه أبدا لإخوتهم الأمازيغ، لكن سوف نوجههم لمن يحفظ علينا بهذا كانوا فرنسيين أو كانوا عربي، أنا أصلا فرنسا هي اللي خدمت العروبة وجابت لنا عشان تقضي على الأمازيغ. تحياتي، اسمحوا لي طولت عليكم. شكرا سارة، شكرا لك سارة. باهي نجاوب الاخت ساره، رغم اللي كان عندك سؤالات يعني تنجم على الفيسبوك يعني تسالني فيما يخص الحركه. احنا عندنا اتجاه كحركه تغيير شمال افريقيا ان حركه سلميه، هذه معناتها لا نقاش فيها واتفقنا عليه، ان ضد اي حمل للسلاح لان العنف لا يجلب الا العنف. عندك حركات امازيغيه تؤمن بالسلاح موجوده في الجنوب وحامله السلاح كما الطوارق حاملين السلاح، فهمت؟ زوارة مسلحين وعندهم كتيبة كاملة، فهمت، بتاع جيش الأمازيغ، فهمت، في الريف ينجموا يتسلحوا بسهولة تامة. الشوية كما قلت أنت كلهم عندهم سلاح، مش يكون ما عندوش سلاح في داره، هذه نقطة. ولكن احنا كحركة، احنا حركة فكرية، علاش؟ على خطر احنا نؤمن ان السلاح والعنف ما يجلب كان العنف. اول حاجة انت اللي تسميهم عروبيين، هما ما همش عروبيين، هما مستعربين، راهم اخواتك، راهم امازيغ كيفك كيفهم، فهمت؟ هذاك اللي تلقاه يدافع بقلبه وربه على العروبه ويواجه في الامازيغ راهو امازيغي، هو بيدو امازيغي، ولكن مجهلينه. هو نسر من جبال الاطلس، هو اسد من جبال الاطلس، وهم يقولوا عليه انه قط ولا دجاجه. اما بالنسبه للعاصمه العربيه، كل عام يعملون أضحوكة. العام اللي فات عملوا لنا غدامس اللي هي مدينة أمازيغية مذكورة في التاريخ قبل 3000 سنة، وكانت حضارة كبيرة جدا، فهمت؟ غدامس ردوها عاصمة الثقافة العربية. عندك تلمسان اللي اسمها تلمسان اللي اسمها أمازيغ، ردوها لك عاصمة الثقافة العربية، فهمت؟ قسطنطينة، صفاقس اللي هي اسمها على صفاقس أحد من أحد الشخصيات الكبيرة من الجنود الامازيغ اللي حارب، فهمت، من اجل وحده شمال افريقيا، يحبوا يردوا ويجيب لك الماكله نتاعنا واللباس التقليدي ويقول لك هذا عربي. انا متفق معاك، لكن ما هو سبب هذا؟ سبب هذه هي التبعيه السياسيه نتاع الحكام نتاعنا. السبب هذا هو جهل الشعب. السبب نتاعو هي العباد ما يعرفوش توا بالانترنت وبالامكانيات اللي عندنا نجموا نفيقوا الناس. انا بيدي بحد ذاتي ما كنتش نعرف روحي امازيغي. انا وقت كنت صغير يا جان عندي جدتي تتكلم الامازيغيه، خاطر احنا صحيح معناتها اصولنا عربيه، لكن كنا من بقايا ما يسمى بالدوله الفاطميه حسب ما يقولوا، ما نعرفش معناتها صحيح ولا، ما يهمنيش، انا تونسي ما يهمنيش. يعني اكثرهم الشرقيين باش ما يقتلوهمش يمشيوا يتغلغلوا داخل كيما الادارسة، يتغلغلوا داخل الامازيغ ويتعلموا الامازيغيه ويوليوا امازيغ. ثم ياسر اشخاص يتكلموا الامازيغيه وهما اصولهم عرب او اصولهم اتراك او اصولهم اوروبيين. كانت تتكلم الامازيغيه وقتها، كان في عهد بورقيبه اللي يتكلم الامازيغيه يعني يعاقب، ممنوع يتكلم الامازيغيه. انا من اللي يحب يتكلم الامازيغيه يمشي للجزائر. تتكلم في الأمازيغية يا أخي، أنا جيتها وأنا صغير قلت لها باش تحكي، قلت لي اسكت أنا نتكلم بلغة الجنون. ما فهمتش أنا تتكلم بلغة الجنون. وقتها كبرت فهمت اللي هي كانت تتكلم بالأمازيغية مع جارتها بالسرقة في المطبخ. إذن احنا كنا مجهلين. أنا وقت خرجت من الإسلام معناتها نسخة بروحي عربي. لكن يا اخت ساره بشويه راهو احنا شعوبنا انت تعرف، احنا صحيح معناتها راسنا خشين وخاصه الشاويه راسهم خشين، فهمت، ولكن راهو العنف ما يجلب كان العنف. وكان تحب يحترمنا العالم لازم تو شوف في الريف في الاحداث اللي وقعت الاخيره والى اليوم يخرجوا بالشموع وهم ينجموا يحملوا السلاح، ينجموا عندهم السلاح. الريف، منطقه الريف كلها معبيه بالسلاح خاطر هناك زراعه الحشيش، فهمت، تنجم يهزوا سلاح ويجيبوا سلاح من اسبانيا ومن اي بلاصه اخرى.
لكن شنو النتيجة؟ باش يكون قتلة منه، أنت باش تقتل خوك. المشكلة متاعنا ما هوش مع أخويا اللي يدافع على العروبة، المشكلة متاعنا مع الحكومات متاعنا اللي عندهم عمالة للشرق. المشكلة متاعنا مع تدخل الشرق والعروبة والوهابية والخليج فينا، هذا اللي لازمنا نقطعه معاه. أوكي؟ أنا أشكرك أخوي كريم على الحلقة الرائعة هاي بصراحة، وعرفتنا على طيب في جانا هاي هايين كمان يعني على كل راح حنقفل يعني هاي حنقفل المهم يعني نقول هذه آخر حلقة فهمت يعني فيما يخص الأمازيغية، يعني كملنا من الأمازيغية، وأتمنى يعني مقابلة أخرى أو دردشة أو أي حاجة أخرى فهمت نحكي فيها مرة أخرى في موضوع واحد آخر فهمت. وأنا راني نهار باش نعزمك أنت عندي باش تجي نسألك اللي الشرف نهار باش نعزمك عندي سؤالات نحب نسألهم. أوكي اللي الشرف أحضر، وأنا بتمنى أوكي ضيف عندك يعني على القناة متاعي نعمل صراحة أنا بدي أفضفض حدا يسألني يعني أي هاني أنا خصيصا في الأسئلة ما تخافش حبيبنا كريم على أوكي. على فكرة أصدقائي يعني قريبا أظن راح يكون معنا الأخ كريم في مناظرة مع شيخ من الشيوخ، يمكن مش أكيد يمكن أنا لا أقول أكيد، نشوف حجم الشيخ وإذا قبله أخوي كريم نكون مناظرة مع الشيخ حسب الشيخ شيء طبيعي. طيب أصدقائي بكرة الساعة 5 راح يكون معنا نبينا سامي الذيب في حلقة أخطاء القرآن، الحلقة الرابعة من أخطاء القرآن، والساعة 8 راح أكون أنا بمفردي في حوار مع صديق مسلم. طبعا الحوار أنا أجريته عبر وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، حوار ما هو كان بقصد الإعلان أو النشر، ولكن أنا سأتقمص أتكلم عن هذا الحوار فقط ولن أتكلم عن الشخص يعني ذات نفسه. أشكركم أصدقائي وأشوفكم بكرة مع نبينا سامي الذيب. شكرا لك كريم، شكرا كثير. مع السلامة. سلامات. تنمية.